نكمل الكلام ده، لكن السباحه بقى كابتن، نتكلم انا عايز السباحه، لانه السباحه كانت في منطقه وانت خدتها لحته تانية، عملت حاجات كتيره جدا من خلال بعض الصور برضو هنعرضها لحضراتكم من 3-4 سنين كده. السباحه بتتكون من اربع لعبات او اربع طرق السباحه. السباحه ليها اربع طرق. ايوه، بتمارس السباحه دي باربع طرق. الحره اوكي، بيسموها كرول، والصدر اللي هو البريست، والظهر اللي هي الباك، والفراشه. كان زمان دي بطوله دوليه. مين دول بقى؟ دول احنا كان في منتخب امريكا. اوكي، شرح لنا الصور برضه اللي تنزل دي. فندم اللي هو على الشمال، جاري إلمن، بطل امريكا في الجامعات. اوكي، وهم كانوا رايحين بطوله الجامعات، وعملنا ربط. المهندس مصطفى عبيد كان اداري من الاداريين الجامدين. ايوه، اللي ماسك السباحه، وعمل ربط مع الاداريين بتوع امريكا. وجم في خلال رحلتهم راجعين لامريكا، جم يعملوا لقاء في النادي الاهلي على حمام السباحه في النادي الاهلي. اوكي، اللي بعد كده الصوره اللي بعد كده. لا انا هقول لك او هات اللي فاتت، هات اللي فاتت. لا ماشي. ده اللي فات دي قبليها، دي اقدم، دي اقدم شويه. دي هي مع ده احمد، ده فكر اسمه يا رب راح، اللي هو هيجي دلوقتي. هيجي دلوقتي، احنا هنتكلم هنا. المهم هرجع انا للبطوله دي. كان في السباح لما بيبقى في الميه يعوم 100 متر ما بيسمعش. اوكي، يعني التشجيع ما يشجع، ما يسمعش الميه في ودنه. فما يسمعش. ما كنتش بسمع التشجيع. البطوله دي بالذات جم في حمام السباحه في النادي الاهلي الاعضاء، مش كمان مش حد، ما كانش بيخش ناس غريبه في حمامات السباحه. اوكي، 3000 واحد ياه في البطوله دي. جه حضر، فانا عامل 100 متر، عمت ال 50 متر الاولانيه، وعملت ترن وراجع جنب السباحه الامريكاني، لقيت زيطة في ودني، بتزن في ودني. فرفعت راسي لفوق كده وبصيت. انا كنت السباح الامريكاني على شمالي، واحمد زين اللي بعده في الحاره، ما دي كنا في الخطوط دي بيسموها الحاره. فبصيت، عملت خدت النفس بتاعي ولفيت كده، لقيت عشان اشوف، لقيت الراجل جنبي. قلت يا نهار ابيض، كان في منافسه جدا، وسجلت رقم قياسي جديد في السباق ده، وعملت رقم، وبناء السباق ده حصل ان انا ميداليات كتيره. لا ده الدوره العربيه دي. المهم في السباق عملت رقم قياسي جديد، وكان في منافسه بيني الحقيقه، عشان نقول ان احنا النادي الاهلي ما بيقلقش من حاجه. نجيب المنافس ويجي معانا عشان نرفع مستوى النادي. يقوم معانا مروان غزاوي، كان سباح النادي الاهلي برضه، جه من نادي سبورتنج. جه من نادي سبورتنج، كان منافس ليا. كنا مرة هو يكسبني وهو مرة يكسبني. وكنا بنسجل أرقام قياسية. وده كان في أحمد عبد الباسط؟ لا ده أحمد زين. أحمد زين. كان جامد جدا. المهم، واللي هو عمر جوهر ده كان برضه، عادل طاهر. عادل طاهر كان وزير الشباب. كان وكيل وزارة الشباب الرياضي. يعني وزارة، وكان وزارة الشباب. وعمر جوهر، اللي هو عمر جوهر ده كان راجل من السباحين الجامدين. ده عمر جوهر برضه، ده كان لقاء منتخب مصر. مروان غزاوي على شمالي. اوكي، اللي شايفه ده كان قبل ما الكتله الشرقيه تتفك. هو ده المانيا الشرقيه. السباحه المانيا الشرقيه، وكسبته. وعملنا السباق ده بالذات، اما كان ده بتاع، لا ده مجلس اداره كده هنتكلم عنه. تعالى لي سمي. اذا كانت السباحه في الوقت ده، انت ما كنتش ليك في السباحه ولا ايه؟ لا كان ليا من خلال محرم الرياضه برضه. اشجعه بس، كنت من الناس بقى ايه، لما رحنا السويد قال يعني بعمل حاجه، اجري جنبه واشجعه. لا ما تهربش مني في الحاجات السويد. انا قبل ما اروح للناحيه دي، للاتجاه بتاع السويد ده، كل مرحله اكسب فيها. لا اكسب يعني. أوكي. سنه كل سنة يعني اطلع السن اللي فوق اكسبه. تكسب. اطلع البطل بتاعه. المهم، وانا عندي 16 سنه، مين اللي كان منافس في البطولات دي؟ مين؟ ابراهيم المعلم. ابراهيم المعلم. طبعا ابراهيم المعلم كان سباح عملاق فعلا. ما نعرفش عن دوره روما. ابراهيم المعلم. انا كنت ليه عاوز اقول الاربع طرق السباحه؟ انا كنت سباح حره. اوكي، وابراهيم بس انا كنت بكسب ابراهيم المعلم
في الحره وفي الظهر. وهجيب في صوره هنا. حلو. ابراهيم المعلم كان سباح فراشه، سباح الفراشه، سباح معنى الفراشه اللي هو بيعوم برجلين، مش هشرحها بقى، رجلين بيطلع رجلين بيطلع بالرجلين الاثنين والرجلين بتاعته بريست. اوكي. وهو عنده 15 سنه طوروا طريقه الفراشه، دي بقت اسمها الدولفين. اوكي. لان السباح مش بيفتح رجله، ينزل ويعمل بينزل ينزل لا يضرب الضربه دي. اوكي. وهو احسن اول سباح عنده دولفين في مصر. ابراهيم معلم. ولدرجه ان هو عنده 15 سنه سافر الدوره العربيه في بيروت. ياه. وهو عنده 15 سنه. بس الظروف بقى هو ما كملش. هو ده كان ده قصه ابراهيم معلم ده. عشان ما كملش لنظر ان الظروف صحيه بقى في بطنه وبتاع. فما كملش، بس هو كمل في حاجات جميله تانيه بقى. طبعا. لو سافر معايا البحر الابيض المتوسط. لا هو سافر معايا في نابولي سنة 63. سافر معايا وكنا نايمين في اوضه لوحدنا. هو كان سباح في نادي وليد وهو انا في الاهلي، لكن كنتوا مع بعض في اوضه واحده. خلاص بقى تربطنا علاقه اسريه كمان. يعني كانت ايام حلوه يعني. ايام جميله. وكملت بقى لغايه هو بقى على كلام رحنا السويد مع بعض. هو بقى كان في السويد تلج بقى، احنا كنا بنعوم في التلج. وما فيش ليه يعني ليه ساعة ايه؟ ساعة ايه؟ المهم يعني رسي. كنت كبرت بقى، كنت مثلا وصلت في العشرينات. اوكي. وكنت بكمل اعداد. ما كنتش كنت ما انا كنت النادي الاهلي كانت قصه، وبعدين السباحه دي كانت قصه تحكي حاجات حكاوي كبيره قوي. طبعا. ومش عاوز اطول عليك لان العمليه هتزهق مني، الناس تزهق. لا 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 اتفضل. والله لا لا الناس مبسوطه. اتفضل. لا ال